مواقف السيارات في الدار البيضاء على قلتها تطرح إشكالا قانونيا عندما يتعلق الأمر بالعداد الإلكتروني، قد لا تؤدي ثمن الركن أو ربما تتجاوز الزمن المؤدى عنه ولو بدقائق. تحتجز السيارة من باب ما يعرف بالسابو. الروبورتاج من الدار البيضاء لعبد الفتاح مومن. ضدان لا يلتقيان إلى أن هذه النظرية لا تجد مكانا لها في هذا الممر. فوجئنا أن سيارتهن تم نقلها إلى المحجز نظر الوقوف في مكان ممنوع، مكان ممنوع مع وجود علامة التشوير الزرقاء والعدادات الإلكترونية للأداء. ما ينزل ما يشوف الزرق، يشوف البلاك، شكون سبق لي بلاك ياك اللي ديال المخزن، علاش غنشوف الأرض؟ كيقول لي الزرق كنقول له شوف شوف البلاكات، ما تقوليش الزرق ولا أحمر حي من تما. ما درتيش الورقة، تيجيو صحاب الصابو يديروا الصابو إلى هذه، تيجيو البوليس يديو الطونوبيلات. أضحت العدادات الإلكترونية أكثر انتشارا في الشوارع الكبرى بالدار البيضاء. اختيار مجلس مدينة الدار البيضاء لهذا النمط من الأداء تقابله مجموعة من الملاحظات من المواطنين. بعد خطرات كتجي كتلقى الطونوبيل ديالك انت داخل غير المكتبه مثلا ولا شي حانوت باغي تقضي شي غرض، كتخرج كتلقى الصابو في الطونوبيل. انت عندك واحد الغرض، عندك واحد رونديفو مع شي واحد، كتلقى راسك راه ديجا معطل. فين هو هذا السيد؟ ارى البروسيدور، ارى بعد خطرات كتجي الديباناج بعد كل مره. واش مدينه ما كتلقاش فين تبلاصي؟ بلاصي تمشي بلاصه كيجيو البوليسي يقول لك الاوراق، جيتي تبلاصي هنا يسدوا لك الصابو، ما انا كيبان لي ماشي قانوني. عقل السيارات أو وضع الصابو من الإشكالات التي تطرح اليوم نقاشا قانونيا كبيرا تطلب تدخل القضاء للحسم في مجموعة من شكايات المواطنين.